ناحيه وكساسه يرفعها. اوه حموش صعوبه، يبقى الخطر بالزرقاء. ضربه جزاء، اوه ضربه جزاء، وضربه الجزاء اكثر من الهدف القاتل. حموش ارتكب خطا ولكن قاتل نوعا ما. ويسجل صالح فريق مولودية وهران بروعة. عمر بلعطوي حموش بجهة والكرة بجهة، ويصفر السيد كرة في نهاية المقابلة. هنيئا لفريق مولودية وهران صاحبة كأس الجمهورية لسنة 1996، اللقب الرابع، الكأس الرابعة لمولودية وهران.